بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله. وإذا قيل والله قلنا والله لا يحب الفساد. يكون في علمك يا ربي نام با لو ديزور اي لي زاجون دي دوزون كومون ديريج ce sont les sionistes, les églises et la fausse umma islamique. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شو تقول لي اتق الله الخيانة أو المتقين؟ شو قالوا؟ اتق الله. عجيب أنا ناقصك كان أنت باش تقول اتق الله. أنا في الطليعة في الاعتقال هو عنده الإفساد هو من تقوى الله. وهذا علاش سمعنا وعصينا التضارب بين سمعنا وعصينا يعني يفضح هؤلاء المذنبون وهؤلاء المفسدون في الأرض. فماش إفساد كإفساد بني صهيون أهل العذاب في آخر حياتهم وأثناء جولتهم البرزخية وفي الآخرة ومن أول من ولا أكثر عدد من عمار جاز التعبير بجهنم وبئس المصير.